التربية الإسلامية، الجزء الأول، الصف التاسع. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس 21، التلاوة والتجويد، ترقيق الألف المادية. تعرفت سابقاً أن الألف المادية تفخم إذا سبقت بحرف مفخم، وفي هذا الدرس سأتعرف حالة ترقيقها. أتأمل وألاحظ، أقرأ الكلمات الآتية ملاحظاً نطق الألف المادية فيها. أولاً، قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا، سورة هود الآية 50. خط تحت وإلى الألف المكسورة، عاد الألف. ثانياً، قال تعالى: يرسل السماء عليكم مدرارا، خط بكلمة السماء تحت الألف، سورة هود الآية 52. ثالثاً، قال تعالى: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، سورة هود الآية 64. خط تحت الألف في كلمة يا قوم، هذه الألف في كلمة هذه، ناقة الألف في كلمة ناقة. أستنتج: الألف المادية ترقق إذا سبقت بحرف مرقق. أتدرب، أنطق جيدا الكلمات الآتية: فينا، أتنهانا، آباؤنا، تدعونا، جاء. أتلو وأطبق. سورة هود عليه السلام، الآيات الكريمة من الآية 69 وحتى الآية 83. قال الله تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم درعا وقال هذا يوم عصيب، وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. أقوم تعلمي وأدائي. أستخرج من الآيات السابقة 5 أمثلة على ألف مدية مرققة. التلاوة البيتية: أرجع إلى المصحف الشريف سورة التوبة، ثم أولاً أتلو الآيات الكريمة من الآية 78 وحتى الآية 90 مراعياً ما تعلمته من أحكام التلاوة والتجويد. ثانياً أفرق بين الألف المادية من غير المادية في الكلمات الآتية: نبأ، كانوا، أولياء، الأنهار، ومأواهم، وأنطقها جيدة. انتهى الدرس.